شرف ماك شان نهاركم زين شان نهاركم فل شان ربي يعطيكم الحاجات الباهيه الكل طريق السلامه للناس اللي قاصد ربي حلقه جديده يقود فيها الفريق كالعاده جهبة ذا الاعلام اللي تار الشبه الطبي الدعوب البشوش القناص لو جران زياد المكي يا خويا ان شاء الله نتكلم معاكم شويه خويا محليكم وربي يفضلكم ما تصورش قداش نحس بالفخر كي تشكروني توما اخوتي الكبار رفيق الناصر احلى مخدر عايشك يا اميمه احنا نعديوها شكر نحن ساعتين ونص ربي يفضلكم لي ونحن ان شاء الله نعديو ساعتين ونص ممتازين وبربي نداء البارح يا رفيق والله محامي محترم قاعدين نحكي قال لي بربي يا اخي الحاج ما عادش يخدم معاكم اقسم بالله قلت له ليه يا فوزي راهو يخدم معانا قال لي يقول حتى الرفيق يولي يتذكروا قال لي نسمع صوته كان كي سونيا وي وي من بعد يوسف قال لي حتى بين الاوقات حتى يقول له حاج يقول له السلام عليكم ويتعزى والله تحيه لي وتحيه للعباد اللي تسمع فينا الكل نسلموا عليه نسلموا على الناس الكل اللي تسمع فينا ونسلموا على السوبر ستار المطرب الفنان المسرحي الملحن الشاعر النقيب مقداد السيني النور صباح النور البارح سي رفيق بنتي استاذه في الانجليزيه الا رباب متزوجه وتقطن في العوينه ومتزوجه من رجل جمارك معناها هي ورجلها بارح فهمتي يتعشاوا وعملوا لي تليفون قالوا لي قول لنا يا اخي شو عاملينك تكركيره لهالدرجه يا جماعه راف ماك بلوس قالت لي بنتي ما هذا قالت لي انا معنى انت بابا ما قلتكش قلت لها لا مازلت ماكش باش تعقلني لانه هذاك بند في العقد فهمني يا اما يكركروك او تقع كركرتك خارج مقر العمل ولذا انا ذا امذيت معناها فهمتي في القباضه فهمني مريقل قالت لي ديدو قلت لها ديدو نقول لك حاجه من احلى ما عرفت انا في حياتي زياد المكي ولدي هذاك كيما ولدي ولا بجد ويلي سامبا ولا الكور دو بيبي والله روحوا في البرنامج روح عظيمه برشا وراو نحس عرفنا نفدكم مع لا لا يعرفنا الناس نفدكم دو موفيز فوا دونك على ذيك كامل من لا بيسر خاصه البلغه تو باش تاخذ سوكسي كبير بلغه مقداد بها تشق الواد سلموا عليه النقيب سلموا على بنتك برشا وعلى العائله الكل النقيب ونرحبوا بنجمه التحاليل الرياضيه لوغرو ناصر البدري نهاركم مبروك نهاركم اسعد ايام يا خويا البارح محلاه الاجتماع الكراسي باش يركبوا في رادس شفت معناتها الكوره محلى جو الكوره ومحلى الامبيونس في الكوره زاد كيف كيف الحمد لله البنوك تبارك الله عبال تطلع تجمل تسلفوا الفلوس ناخذ الفلوس الجو كبير في تونس البارح نسمع النقابي في الاتحاد ابارامون فما مشكله كبيره وقاعده الامور تتصاعد بحاجه كبيره ياسر نحكيو بعد شويه على ردود فعل قيادات الاتحاد اللي يعتبروا اليوم منظمتهم مستهدفه رسميا من الرئاسه من السلطه ومن رئيس الجمهوريه منتظر اجتماع نهار الجمعه لتدارس طريقه الرد على هذا الاستهداف واحنا مكملين واحنا متابعين واش بيك حاتم؟ هما باش يعملوا نينيو نينيو شوفوا نرحبوا به لقرو حاتم بالحاج بونجور يا عزيز صباح الخير الناس الكل قرو حاتم بالحاج بونجور يعيشك يا مقداد ان شاء الله ان شاء الله يتعدى والسبور والدنيا ترى من جيبك رجعت لا تعرف في وقته اسمع هذاك ما نتعدى برشا عامل ديبوستيت على المريول باش ما نعاودش هذا تلبث هذا يرجع له دور بعد 10 ايام وحوايجش انا فرحان خاطر دقتقوا عليا معناها جات مراه وبنتها صغيره دقتقوا عليا قال نحن عندنا المكتب في عين زغوان رانا صلحناه الاولياء وحتى الماده رجلوها وباش يعملوا ستينيه واستدعاوني قلت لهم بيت نجي نهار الاحد سما في بليزير يجيو دقتقوا عليك ناس ما يعرفوك بون من الحومه يعرفوني لكن استدعاوني المدرسه خاطر المدرسه نمن ياسر بالمدرسه وباش نمشي نهار الاحد نعمل جو في المدرسه يمكن نعمل تنشيط زاد الاولاد ان شاء الله تقبلوا في الوقت نهار ما عادش تختفني في الكاميرا ما عادش تختفني في الكاميرا نلعب بينج بونج نلعب بينج بونج ولا نهار السبت ديما ياسر في البينج بونج دوك يقوم مخر رحبوا به نجم السياسه نجم الرياضه الدعوب اللعوب محمود البارودي محمود يا عزيز على قلبي انا الحقيقه ما نجمش نبدا الا ما نهز هذه شمس تعيش لأنه الحقيقة من نجمه كان نساندوا أصدقائنا في شمس فام خاصة وأنه أثبتنا وأثبتت الدولة أنه كل مؤسسة تشدها
تفلسها. يكونوا مؤسسات رابحه وناجحه، معناتها تصور انت مؤسسات عند الطرابلسيه وكانوا ناجحين شدتهم الدوله فلستهم وقت الطرابلسيه. كانوا ناجحين، كانوا ناجحين فلستهم الدوله. دونك انا اليوم النجم كان ساند زملائنا في شمس فام اللي ما كذاوش شهاري واللي معناتها عندهم قدام الشهر تو اربع شهور فما عباد ما خلصتش. دونك ربي معاكم واحنا معاكم وكل الصحفيين والاذاعات والتلافز الكل معاك. ومشكور مشكور للرئيس اللي اذن هو باعاده البث من خلص شمس فيه. سيدنا اي حتى بكر كل عام زيد نجيب شيء بيرجع البث لقناه حنا بعد زيد. لا انت من البارح واليوم كانه جراد روحك جريده قاعده تمشي تعاون اخا اي العاون تجرد معناها تجرد تجرد سهل العوده واحد باش يرجع دكتاتور في البلاد مش سهله مش سهله معناها تو الرئيس يامر انه يرجع بث يزنوا نقدوها ونشكروه بعدها مش نرجعوا نقدوها لا هو مش خالصين وشمسة هذه مشكلتي صارت مشكلة تدخل الرئيس ورجع البث نقدوه زيادة لا 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 تحية لسيتو سيبا نرمال نجم يزوز الدمانة يا قوم ربنا انا صدقتك شو سهرة فيك خاطر حتى انا حاسس بنفس الاحساس بتاعك مانيش عارف كيف نخرج من هالازمة تحية لك محمود البارودي تحية للعنصر النسائي الوحيد الجميل الأنيقة كيم كارداشيان العرب سندريلا بونجور صباح الورد والفل والياسمين وإن شاء الله نهاركم زين الناس الكل شاء نهاركم مبروك إن شاء الله كل واحد يسمع فينا ربي يعطيه على قد قلبه أمين حسك دعوة اللي قلبه به إن شاء الله ربي يفتحها في وجهه واللي قلبه له له ربي يهديه ربي يهديه إن شاء الله ربي يحل البيبي الكل في وجوه الناس اللي تسمع فينا سبيسيالمون نحب نسلم على الأسعد مبروك اللي يسمع فينا توا في دارو ومغروم بالرفماك برشا برشا البارح عيد ميلاد ولد ياسين أربع سنين قولوا له إن شاء الله كل عام تحيا بخير ياسين وربي يفضل لك بابا وماما عيد ميلاد سعيد ياسين وتحية لكم أنتم اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا الرحلة انطلقت مرحبا بكم في راف ماجل الخميس 2 فيفري 2023 بداية الحلقة كالعادة لابو موفور بتاع حلقة البارح نسمعوا توت شويت زابينج ونرجعوا للبلاتو زابينج نقطة قوة الرافماغ اللي هو برنامج ما يخافش عمالك يشوف محمود البارودي تحسه مناضل قديم علي بن خذيهم معروف قالك ما نوخروش احنا رانا ما نوخروش رانا ما وخرناش احكي على روحي عندي المشي انا نجس النبذة خلاص سخنت الامور نرجع الدوار البطولة عندي باري يزمو جريء سبيسيال نتوقف 24 ساعة نتخلق برشا ربي يحفظنا كيفاش خدكش مناضل البريود القديمة كي توقفت وخفت ويق اي لا هو ما غير ما يبيتوه راه رفيق هو كان يهدوه بالمبات انا يقولوا له يا رفيق راه كان ما تتكلمش مبيتوك راه ويصب بكم الكل ديجا هو رفيق تبدل من اخر حلم راه البارح حلمت اي انه عام الجاي ان شاء الله كيما سنه باش نبداو الاقلاع زعما شنيا الاقلاع باش يبعثوك البوفرت هذاك لطف عليك الفايق احنا معك احنا مساندين وفا حاضر وتقول لك البرود والزلزلان اي اما تمشي تحكيوا عليه في البلاتو تحضر عند معز ولا عند عفيف لا تحضر عند عفيف علاه خاطر كان في كريم وراه ماك قراب لبعضهم اما السؤال يبقى ما تروح لهنا تو يا رسول الله تو يا رسول الله العبيد اللي قاعده تعمل في لي كومونتير كي جماعه ينقدوا الرئيس يتسبوا كي يشكروا الرئيس كيف كيف يتسبوا ماهوش عملنا ليه يا قفيفه يا الرئيس اقسم بالله ليه 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 سكيزوفرين هي انا والله ثم تضحك ما فما واحد جد عليه تردو انا بالحق في بالكم توسوني اعطيت عشر البودربيله ومحمود اعطى عشر البودربيله كان الحاج ما يفادلكش حاسه سبونتاني لا بس تثني كان عدد ولا عدد اي لا لا الحاج بقناعه وكذا قصه مبدا اي لا ما يفادلكش الحاج في الاخبار هذوما ديما عشر الله مصلي على النبي برافو برافو واصل اي هذوما هما الكلمات اللي استعملهم بلا هو وينو الحاج المراك جاه الفلوس وتولي لابس عليها اول كلمه تقولها تقول الحمد لله وليت مستقل بذاتي وليبر وكل وما تخممش في راجل ايوي مظلومين يا زيدون بربي فعل البرنس برشة وحشو كلمة لا اي موضوع والله يا ربي كان تحب تحكي حتى عن الرئيس خليهم يزيدوا يضحكوا شوي زيد يا ولدي اي حاجة يا حاجة اعطينا كلمة مثال صبح علينا عاود صبح علينا ساعة ساعة عملها فازا ذي كل نص ساعة قول صباح خير مثال مش العباد ما تنساش مش على حاجة ولا شارك معنا في الكويز كي تنافس شوي انت وزيد
تعرفش محمود تدمر ودفنت في تدمر زاد انا بعثوها لي تدمر قلت محرش بيت خلف شكريت انت شكريت برا شكريت تدمر نقصد تدمر و... يا اخي محرز فهم معناتها الفهم في سوريا تعيط تدمر في سوريا تدمر ايه تدمر هكا وحلوه ياسر اي لفلحنا اللي في الكويز وحدنا لفلحنا في الفوسكا نتاع الكويز معناها وصلنا مرحله ما نعرفوش نقراو الفوسكا اللي باش نجاوبوا به معناها حاجه نيفو اخر يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ زابينغ تحية لصديقنا رامي في زابينغ رامي راز بربي تسريح للديديكاس سندريلا عامل ديديكاس غلط ايه والله سامحني نقرا فيها لا سعد وهي اسمها اسعد سامحني يا مدام اسعد اسعد مبروك تحيه كبيره لك والله نحكي معها على اساس طلعت اسعد تحيه ليها بسيله نسلموا عليها ونسلموا على الناس الكل اللي تسمع فينا بعد شويه نرجعوا نحكيو على الارقام حسب السيد احسن الزرقوني 80% من التوانسه اليوم يمشي وينتخبوا كان تصير انتخابات الرئاسيه يقول لك راهو حركه النهضه تجمع ومناصرو قيس سعيد هما ثلاثة تقريبا اللي عندهم النصيب الأوفر من البرلمان الحالي هذا وأخبار أخرى استنى فيكم اتباعا قبل هذا نعملو ترتيحة بالموزيكا نانسي عجرم